بشكل عام يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لازم نبارك بالبرونزية، وكان ممكن جدا نبقى الفضية أو الذهبية لولا فعل فاعل في ماتش البرازيلي فلومينينس، ضربتين جزاء، مش عايز أقول ثلاثة، حالتين طرد، فكان من حقنا إن احنا ناخد على الأقل ضرب جزاء من الاثنين أو من الثلاثة، وحالتين طرد. الراجل اللي في نص الملعب اسمه مارتينيلي واخد انذار وعمل واحده تانية بالكوع، كان مفروض كارت تاني وعدت. وعدت، وطبعا ضربه جزاء ما نازله على كل التليفونات يعني، واضحه حاجه يعني، راجل كان اوتوبيس ضرب كهرباء يعني، حاجه مش ممكن يعني. فانما الحمد لله خدنا البرونزيه، ودي حاجه بقت طبيعيه بالنسبه لنا كنادي اهلي، وان شاء الله اللي جاي افضل. بالنسبه لماتش النهارده، لازم الاول اشيد باداره الناديين على المستوى كابتن الخطيب وابو العنين، ابو العنين، لان طبعا المستويات دي مستويات كبيره، مش عايزين نخوض في لما يكون مدير فني ويطلع يقول كلام غير مسؤول، والكلام الغير مسؤول ده طبعا يعني بيزيد التعصب، بيزيد الكراهية. كرة القدم ما فيهاش لا كراهية ولا فيها، انت مش عايز اعترف انه اخطأ. ومن ضمن الحاجات برضو اللي هي كانت واضحة جدا، ان ما فيش سيطرة على اللعيبة من اول دقيقة، العنف كان موجود، نعم، وحالات طرد كانت تبقى موجودة واردة جدا، وكان الحكم بيتغاضى عن كل الفاولات الشديدة جدا. اللي لفت نظري وبحيي جدا كولر واللعيبة، التزام فوق العادة على الرغم من كل العنف اللي تعرضوا ليه في المباراة، ومع ذلك لا في حد راح يعترض، ولا حد شوح، ولا حد حتى لما يبقى ليك فاول ما بتقومش حتى يعني مجرد انك تدافع عن نفسك. كل واحد ملتزم بقانون اللعبة، اللعب النظيف. الجانب الفني طبعا كان احنا مسيطرين على المباراة من اولها لاخرها، بتلعب اختراقات من الاطراف من الظاهرين، بتعمل اختراقات من العمق، بتعمل تسديد، بتعمل انفرادات، وشفنا اكتر من انفراد. النقطة السلبية بس اللي انا شايفها مثلا طاهر او امام عاشور، الكرة مش محتاجة كل العنف ده والجول فاضي يعني. في طاهر انفراد المفروض ان انا بحطها فوق الجول بمنتهى البساطه، وبعدين في اتنين تانيين بتعزم وشوط جامد. طبعا في بيرسيتاو كره اتلعبت له جوه ال 18 يعني، المفروض بيرسيتاو في الحالات اللي زي دي لازم اشيلها من فوق الجول. الجول بيبقى داخل وعامل عمليه فرشه كده على الارض، انا المفروض في الوقت ده ما العبهالوش، بس مجرد ان انا اخدها من تحت يعني. يا ريت نتفرج على ميسي كده وهو يعني بيأدي الحاجات اللي هي الرائعه ديت. اوكي. الاختراقات من الاطراف، اختراقات من العمق، تسديد، مأديين جيم على اعلى مستوى الشوط الاولاني والشوط الثاني على الرغم من كل العنف اللي تعرضوا له. وطبعا زي ما تفضلت 13 يوم بتلعب خمس مباريات، ابطال اليابان، ابطال اسيا، ابطال البرازيل، ابطال السعوديه، يعني ماتشات عاليه جدا، قويه جدا، وامام جماهير كبيره جدا، صحيح، بتحملك مسؤوليه. ومع ذلك الالتزام الفني بتبدا من تحت. الحاجه الثانيه برضو اللي انا بحيي عليها مدرب الحراس، وهي ان لما بيضغط عليك بكثافه بتضرب الكثافه ديت، انك انت بتروح لعبها لهاني او بتلعبها لعلي معلول، فطبعا انت بتضرب التكتل ده، انك انت بتضرب المقدمه ديت بالشكل ده. الفرص اللي ضاعت مننا كثيره جدا النهارده، لكن لابد ان احنا نحيي الجهاز الفني واللعيبه والجهاز الاداري، ونشيد بخالد المرتجي كان قافل على اللعيبه بشكل رائع، وكان في حزم. ما فيش شك ان اداره الناديين على اعلى مستوى من العلاقات، وزي ما تفضلت الاخ ايمن النهارده، انا كابتن ايمن راجل محترم جدا يعني، ما ممكن يكون بس بعد الماتش متنرفز. ما ينفعش يا كابتن، انا احنا بنشتغل في مهنه بقالنا 50 سنه، انا استحاله اكون شاحن اللعيبه بالطريقه دي، واستحاله ان انا اطلع بعد المباراه
اقول كلام غير مسؤول. انت بتتهم الحكم زي ما انت حضرتك تفضلت لجنه الحكام واتحاد الكوره، ده في الاخ بسام طالع بيتهكم على التحكيم. النادي الاهلي لما واحد بس بيفتح مش بيفتح بقه، مجرد ان هو بيشاور بايديه بتلاقي الايقافات خمس ست ماتشات وغرامه مليون جنيه والحاجات دي، الناس كلها في كل كوره الفرقه كلها رايحه له. اللائحه بتقول ايه يا كابتن؟ ده مجرد ان اتنين لعيبه يروحوا للحكم بياخدوا غرامات وبياخدوا ايقافات. اللي احنا شفناه النهارده على ارض الامارات ما ينفعش ابدا، انك بتسيء لسمعه الكره المصريه بالشكل ده. سنرى ما سيحدث. محمد ابراهيم عمل ايه كمان يا كابتن وخيري؟ شاط الفار، وبقى الناس المسؤولين اللي عن الامن بيتفرجوا مش مصدقين، لان لو في الدوري الاماراتي حد عمل الكلام ده طبعا انا متاكد ان سيتم اتخاذ عقوبات كبيره جدا عن هذه الامور، لان ولابد عقاب على اللعيبه اللي هي تهكمت على الحكم اللي هو كان معاهم طول المباراه. وبعدين برضو المدير الفني لازم يبقى هناك عقاب، وعقاب رادع، لان انا مفروض لما اخسر اقول ان انا قصرت في عملي او ان انا ما وفقتش، انما مرميش على مواقف تانيه.